نعم. هل يجوز جمع الصلاة في البرد الشديد وتكرار ذلك وخاصة في الظهر والعصر؟ هذه ينظر هل في هذا البرد الشديد هواء يلفح الناس ويؤذيهم، فنعم يجوز الجمع. ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا له: ما أراد إلى ذلك؟ يعني لماذا صنع هذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وهذا يدل على أنه كلما وجدت المشقة جاز الجمع.